أهلا بكم من جديد. علاقات متميزة تجمع ما بين مصر وعمان، وعلاقات ضاربة بجذورها عبر التاريخ، علاقات تفوق 3000 عام من العلاقات الطويلة الأمد ما بين الجانب المصري والجانب العماني. حقيقة هذه الزيارة هي الزيارة الأولى للسلطان هيثم ابن طارق، وهي الزيارة الأولى الخارجية لدولة عربية بخلاف دول مجلس التعاون الخليجي. هي زيارة هامة تعكس حجم التبادل وحجم التقدير والاحترام المتبادل ما بين الجانب المصري والعماني، وتحظى هذه الزيارة أيضا باهتمام كبير من مصر باعتبار أن هناك علاقات متميزة تجمع ما بين مصر وعمان دائما، وتنسيق في كافة المواقف الدولية، وعلاقات قائمة على الاحترام المتبادل ما بين الجانبين وأخوة طويلة الأمد. نتابع هذا التقرير عن مجمل العلاقات المصرية العمانية ونعود لحضراتكم بعد الفاصل. تقاس الأمم بعمق حضارتها وتوغلها في سطور التاريخ، فمصر ترتبط مع العديد من الدول العربية بروابط تاريخية، وتعتبر سلطنة عمان من أقدم الدول العربية التي ارتبطت بعلاقات ثنائية مع مصر، سواء في منطقة الخليج أو على مستوى العالم العربي. فالعلاقات المصرية العمانية علاقات تاريخية تضرب بجذورها في أعماق الأرض، فهي تمتد لأكثر من 3500 عام. وتمثل العلاقات المصرية العمانية محور ارتكاز مهم على الساحة السياسية العربية، حيث يسعى البلدان دائما إلى سياسة حل كل الخلافات بالحوار والتفاوض، كما تدعو إلى إحلال السلام والاستقرار إقليميا ودوليا. وتتواصل هذه العلاقات التاريخية والسياسية في الماضي وبامتداد الحاضر، حيث شهدت العلاقات المصرية العمانية منذ أكثر من 50 عاما دفعا قويا وزخما لا يستهان به في العديد من المسارات السياسية والعسكرية ومجالات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتسعى مصر وسلطنة عمان إلى توطيد وتوثيق الروابط المتينة والاستفادة المتبادلة بينهما فيما يسهم في تحقيق الرخاء للبلدين. وتعتبر هذه العلاقات نموذجا قويا لا يتأثر بأي تحول سياسي إقليمي أو دولي، فالتبادل التجاري بين البلدين بدأ بين قدماء المصريين والشعب العماني. وعلى المستوى السياسي هناك ترابط بعلاقات سياسية قوية وتشاور وتنسيق مستمر بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. ويقدر المسؤولون العمانيون على المستويات كافة الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل شعوب المنطقة، كما يتم التنسيق بين البلدين في القضايا السياسية المطروحة كافة على المحافل الدولية. وقد قامت مصر بالمبادرة في هذا الشأن في موضوعات مثل مكافحة القرصنة البحرية ورئاسة الناتو، كما تدعم سلطنة عمان الترشح المصري لعضوية أي مناصب في المنظمات الدولية. وبالتالي فإن العلاقات المصرية العمانية نموذجية بامتياز في إطار الحرص من الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في المجالات كافة خلال الفترة المقبلة، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري وزيادة معدلات التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين، ولكي تصل إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين البلدين. ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ هاني فاروق، نائب رئيس تحرير الأهرام المتخصص في الملف الخليجي. أستاذ هاني برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ هاني. الحقيقة أستاذ هاني هي زيارة مهمة جدا لضيف مصر الكريم جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، وبالطبع هي الزيارة الأولى لدولة عربية بخلاف دول مجلس التعاون، وبالتالي يدل على أن هناك علاقات تتميز بالجدية والتبادل للمصالح وكذلك أخوة قائمة ما بين عمان ومصر لفترات طويلة جدا. هذه الزيارة تأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والشقيقة سلطنة عمان. سلطنة عمان على مدار تاريخ مصر الحديث نجد موقفها تتسم في السياسة بالاتزان والموضوعية، كيف كان لها دور في دعم مصر في حتى الأوقات. سلطنة عمان كانت هي العقل الراجح في الدول العربية بأثناء مقاطعة الدول العربية لمصر في بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد 79، ورفض سلطنة عمان الدولة الوحيدة التي لم تقاطع مصر. سلطنة عمان كان لها دور بارز في دعم مصر سياسيا وعسكريا واقتصاديا على مدار سنوات عديدة، كيف وقفت بجانب مصر في نصر أكتوبر المجيد، كيف دعمت مصر، يعني تاريخ مشرف من العلاقات يجمع بين البلدين. ولا أنسى في هذا الإطار كيف استقبل العمانيون الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما زار سلطنة عمان العام قبل الماضي،
وكيف كان الاستقبال بحفاوة شعبية وليست رسمية فقط. العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتميز بعمق التبادل التجاري، هناك يعني استثمارات كبيرة بين البلدين تتنوع في شتى المجالات والأنشطة، بالعلاوة على التواجد الشعبي أو الأخوة العمانيين الموجودين في مصر أو المصريين الموجودين في سلطنة عمان. سلطنة عمان تتميز بأنها دولة من الدول الخليجية الهادئة والمتزنة التي تحب الجميع، هي عقل أو رمانة الميزان بين الدول العربية. كيف كان لها دور بارز في حل بعض الخلافات العربية، كيف كان لها دور بارز في حل الأزمة اليمنية أو محاولات السعي للوصول إلى حل للقضية السياسية في اليمن أو الحرب في اليمن. كيف كان لسلطنة عمان دور بارز كونها بوابة الخليج للحوار مع إيران، فتح باب للحوار بين الخليج وإيران من خلال سلطنة عمان. العلاقات المصرية العمانية أيضا لو تكلمنا عنها في إطار يعني هذه الزيارة الغالية على المصريين، السلطان قابوس كان له دور بارز أو يعني معزة خاصة في قلوب المصريين. السلطان قابوس كان يعني له علاقة خصوصية تجمعه مع رؤساء مصر على مدار أكثر من 50 عاما حكم فيها سلطنة عمان. أعتقد أن هناك العديد من المحطات التاريخية التي تسجل بكل إعزاز وتقدير الموقف العماني المشرف، الموقف العماني المتزن الذي لم ينقاد نحو يعني أي كفة تغلب على الكفة الأخرى. أعتقد أن هذه الزيارة تحمل في الأهمية الكثير، خصوصا في هذه المرحلة التي يمر بها العالم أجمع. سلطنة عمان هي بوابة الخليج التجارية، كونها تقع في مركز يعني متميز في قلب دول الخليج. أيضا من مصلحة سلطنة عمان أن تكون هناك صلات اقتصادية وسياسية واجتماعية مع مصر، وتنسيق مشترك ومتبادل بشأن كافة الأزمات وفي مقدمتها الأزمات الحالية التي يشهدها الوطن العربي، والتي تأتي الأزمات الاقتصادية في المقام الأول نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا. أعتقد أن يعني توجيه الاستثمارات العمانية في هذه المرحلة إلى مصر من شأنه أن يحرك العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب. واعتقد ان زياره سلطان عمان سلطان هيثم بن طارق تاتي ومعه وفد رفيع المستوى من رجال الاقتصاد ورجال الاعمال في سلطنه عمان، ياتون الى الاستثمار في مصر في محور قناه السويس والمنطقه الاقتصاديه في قناه السويس وفي شتى المشروعات الاقتصاديه في مصر، كون مصر هي قلب العالم العربي. التنسيق والتبادل المشترك بشأن كافة القضايا في مواجهة الإرهاب ومواجهة التطرف ومواجهة محاولات يعني التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، هناك فكر مشترك وهناك ثقافة مشتركة وهناك توافق في الرؤى بين القيادتين في البلدين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يكن للأخوة في سلطنة عمان محبة واحترام وتقدير نتيجة يعني الدعم اللامتناهي من سلطنة عمان والتوازن في الرؤى لقادة سلطنة عمان سواء السلطان قابوس والسلطان هيثم بن طارق نحو مصر ودعمها في شتى الأوقات. أعتقد أن هذه الزيارة التي تأتي بعد انعقاد القمة العربية والتي تعد أول زيارة للسلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية مصر العربية وإلى أول دولة عربية بعد دول الخليج، تأتي كدلالة مهمة جدا على مكانة مصر في قلب الوطن العربي وكمحرك رئيسي في الأحداث العالمية، أو يعني صلة التواصل بين الشرق والغرب يأتي من خلال مصر لمصر مكانة خاصة في قلب دول الخليج وفي قلب سلطنة عمان على وجه التحديد. أعتقد أن العلاقات المصرية الخليجية بشكل عام والعلاقات المصرية العمانية بشكل خاص تتمتع بخصوصية خاصة، كون أن أمن مصر من أمن دول الخليج وأمن الخليج من أمن مصر، كلاهما يعني هناك تعادل في الكفة. أعتقد أننا وقفنا بجميع الأشقاء مع جميع الأشقاء في دول الخليج في كافة الأوقات ودعمناهم، وهم بالمثل يدعموننا في تجاوز الأزمات المختلفة، وكان لسلطنة عمان دور مشرف في دعم الشعب المصري في ثورة 30 يونيو 2013 عندما أعلنت سلطنة عمان تأييدها لإرادة الشعب المصري في
في عزل او يعني في عزل نظام الاخوان المسلمين الارهابي، هذا التنظيم الذي كاد ان يسقط مصر ويسقط الدول العربيه اجمع. اعتقد ان هذه الزياره ستخرج بقرارات واتفاقات ومجموعه من الاستثمارات المهمه التي من شانها ان تعزز من مكانه الدولتين في العلاقات الاقتصاديه والرسميه والسياسيه والشعبيه ايضا. اهلا وسهلا بالسلطان هيثم بن طارق في بلدي الثاني مصر، ونرحب بكافه الاشقاء العمانيين اخوه واشقاء غنيين على مصر. نعم. طيب استاذ هاني، الحقيقه الجانب الاقتصادي ايضا جانب مهم جدا من المباحثات التي ستجرى اليوم باذن الله، لان الرقم او الرقم الذي يعني متواجد لحجم التبادل ما بين مصر وعمان يعني حجم تبادل متواضع ليس بالرقم الكبير، وايضا هذا الرقم في ظل هذه الزياره الهامه مرشح لان يكون رقم اكبر، وذلك ان البلدين يتمتعان بميزات اقتصاديه مهمه نستطيع ان نعول عليها خلال الفتره القادمه. صحيح، هو يعني للاسف حجم التبادل التجاري بين الدول العربيه وبعضها البعض يعني دون الطموحات، هناك توجه وخصوصا بعد انعقاد القمه العربيه ومن ضمن القرارات ال 32 التي اقرها الزعماء العرب في اجتماع الجامعه العربيه امس الاول، ان يتم تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدان العربيه وزياده حجم التبادل التجاري. عندما ننظر الى ميزان التبادل التجاري بين مصر وسلطنه عمان سنجد انه دون المستوى والارقام يعني تكاد تكون ضعيفه، واعتقد ان بما حباه الله للبلدين من ثروات ومزايا ضخمه، اعتقد ان امامهما فرصه لرفع مستوى الاستثمارات الى حد تتجاوز ما هو موجود حاليا. اعتقد اننا يعني في اطار التوجه بين الدولتين ودول الخليج نحو فتح او زياده مستوى التمثيل والتبادل التجاري ورفع مستوى الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد العربي لمواجهه الازمات الراهنه التي نعاني منها جراء الازمات التي شهدناها خلال ثلاثه او الاربعه اعوام الماضيه والتي نعاني منها حاليا بما تلقي به الأزمة الروسية الأوكرانية على جميع اقتصادات دول العالم والدول العربية ودول الشرق الأوسط بتبعات ضخمة جدا على الاقتصاد. أعتقد أن التكامل والترابط العربي هو الحل الأمثل للخروج من هذه الكبوة والوصول إلى آفاق أرحب نحو اتفاقات ترضي طموحات الشعوب العربية. أعتقد أن مبادرة السلطان هيثم بن طارق بزيارة مصر في أعقاب القمة العربية بساعات تأتي في إطار هذا التوجه لدعم الاقتصاد العربي المشترك وتنفيذ قرارات جامعة الدول العربية على أرض الواقع، ومصر هي بوابة الدول العربية إلى العالم بما حباها من موقع فريد في قلب العالم أجمع، وأيضا سلطنة عمان لها تاريخ تجاري عريق فهي تربط بين الشرق ودول الشرق الأقصى والهند ودول العالم، هما بوابتان للعالم اجمع. تعزيز التعاون والاشتراك في الرؤى فيما يخص الاقتصاد من شانه ان يغير من كافه المعادلات التجاريه للدول العربيه اجمع لو تم استغلالها بشكل امثل، واعتقد ان توجه الدوله المصريه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ان تكون مصر منفتحه وعلى يعني صله وتعاون مع كافه الاشقاء العرب وفي دول الخليج تحديدا، ويعني اعتقد ان الجهد الذي يبذل حاليا لتعزيز هذه الاستثمارات ملموس على ارض الواقع في ضوء الارقام والمؤشرات التي نقراها كل يوم في زياده الاستثمارات الخليجيه في مصر او ايضا زياده حجم التبادل التجاري وايضا الاستثمارات المصريه في دول الخليج والتعاون في شتى الملفات وفي مقدمتها التعاون السياسي والامني والعسكري ودعم مصر لدول الخليج في مجال التعاون الامني والعسكري لتجاوز التحديات التي تواجه الدول العربيه اجمع. مصر هي العقل الراجح الذي قد يعني يربط الدول العربيه ببعضها البعض، مصر هي المعادله الامن والاستقرار للدول العربيه، فتجد الدول العربيه تعمل على تعزيز استثماراتها في مصر، لانه لو نهضت مصر وباذن الله مصر تنهض بايدي ابنائها سيكون نهضه للوطن العربي اجمع، وفي حال لا قدر الله اصاب مصر اي كبوه
سيتأثر العالم العربي أجمع. أعتقد أن مصر تقود الآن العالم العربي إلى طموح، والدول الخليج إلى طموح وآفاق أوسع ورحابة نحو تعزيز الاستثمارات وتعزيز قيام اقتصاد عربي موحد وقوي يواجه الأزمات الحالية التي نعاني منها. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ هاني فاروق نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. ينضم إلينا هاتفيا أيضا الأستاذ أبو بكر أديب رئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث. أستاذ أبو بكر برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو بكر. الحقيقة طبعا زيارة مهمة جدا لجلالة السلطان هيثم بن طارق، وبالطبع هذه الزيارة تمثل محاور مهمة جدا للنقاش، وبالطبع تأتي في توقيت غاية في الدقة، وبالتحديد هذا الوقت يحتاج للتضامن العربي في كل الملفات. طبعا هي زيارة مهمة وتاريخية، ومرحب طبعا بجلالة السلطان على في بلده الثاني مصر. هذه الزيارة تكشف عن دلائل عدة. أولا تكشف عن التقارب الشديد بين الدولتين سلطنة عمان والدولة المصرية، كذلك يعني الصداقة المتنامية والقوية بين جلالة السلطان هيثم بن طارق وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي يعني حلقة في مسلسل الزيارات المتبادلة لقاء للزعيمين وكذلك مسؤولي الدولتين من الحكومتين، تؤكد طبعا تماسك العلاقات المتنامية بين الدولتين الشقيقتين. سوف يكون لها تداعيات عدة على يعني الجوانب السياسية وكذلك الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. يعني هذه الزيارة كما قلت تؤكد حرص الدولتين وقيادتي الدولتين على توثيق الروابط الراسخة بينهما. الزيارة جاءت تلبية للدعوة الكريمة الموجهة إلى السلطان هيثم بن طارق من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. يعني الزيارة سوف تستمر لمدة يومين، وهي تكشف يعني كما قلت المصالح المشتركة والملفات المشتركة والتشاور المستمر بين الدولتين لتعزيز أولا العمل العربي المشترك وبحث يعني مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. هناك يعني في بين مصر وسلطنة عمان يعني علاقات تعود إلى يمكن أكثر من 3500 سنة، ذكرتها كتب التاريخ في أبواب متعددة من خلال التبادل التجاري والاستثماري والثقافي والحضاري بين الدولتين. أيضا قبل يعني عدة أشهر قليلة احتفلت الدولتان بخمسين عام على العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين الدولتين. يعني كل هذه يعني الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الشعبين والحكومتين وقيادتي البلدين تكشف دائما التعاون في إطار طبعا التعاون العربي. مصر مرتبطة كثيرا بمحيطها العربي والدول العربية عبر جامعة الدول العربية والعلاقات الثنائية مع الدول العربية. هناك أيضا رابط تاريخي بين مصر ومجلس التعاون الخليجي الذي تنضم إليه سلطنة عمان. كل تلك الروابط التاريخية تجعل الدولتين يعني عمود الخيمة في منطقة الشرق الأوسط لحل الصراعات والنزاعات والسعي لاستقرار العالم العربي والمنطقة. مصر ساندت سلطنة عمان في كفاحها لمواجهة الاستعمار البريطاني. أيضا السلطنة يعني أعلنت تأييدها لمصر خلال العدوان الثلاثي عام 1965. العلاقات دوما يعني تعطي دفعات قوية للأمام بفضل التفاهم والتشاور والتنسيق المشترك والتعاون طبعا في كل المجالات الثنائية والعربية والإقليمية. كما قلت يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زار سلطنة عمان عام 2018، وكانت محطة مميزة في مسيرة العلاقات الثنائية، فقد كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية في مصر. فعلى الجانب الاقتصادي طبعا يعني العلاقات متميزة، لعبت فيها يعني الدبلوماسية جهدا كبيرا. يعني في هذا الإطار أشيد بعمل السفارة العمانية في مصر بقيادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية
في التعاون، وكذلك سفارتنا في طبعا سلطنة عمان في تقريب وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في بين الدولتين. يعني السفيران يعني يقودان عملا مشتركا مهما في الدولتان أو في الدولتين. الآن نحن أمام دبلوماسية من نوع مختلف، هي دبلوماسية الزعماء، دبلوماسية القادة، دبلوماسية جلالة السلطان وفخامة الرئيس. أعتقد أنها سوف تنقل يعني العلاقات بين مصر وسلطنة عمان إلى مجال أرحب في شتى المجالات الدبلوماسية والسياسية والثقافية. في هذا الإطار نتمنى أو يمكن أتوقع أن يعني يزداد التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وسلطنة عمان بشكل كبير جدا، لأنه حتى الآن لا يمثل التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان، والذي يصل إلى حوالي 500 مليون دولار، والاستثمارات العمانية في السوق المصرية حوالي 77.5 مليون دولار، بينما تبلغ حجم الاستثمارات المصرية بالسوق العمانية حوالي 680 مليون دولار. أنا أعتقد أن هذه الأرقام لا تمثل حجم الصداقة والتقارب والتعاون بين الدولتين قيادة وشعبا. لذا أعتقد أن زيارة جلالة السلطان لمصر سوف تكون فارقة في إطار تلك يعني العلاقات، وسوف تقفز بالتبادل التجاري والاستثماري في بين مصر وسلطنة عمان إلى رحاب أفضل، وربما تتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة. نعم. طيب ايضا الحديث عن الاتفاقيات التي ربما يتم توقيعها اليوم استاذ بكر، هي اتفاقات مهمه جدا في الجانب التجاري وكذلك في السياحه وفي ملفات التعليم وغيرها من الملفات. الحقيقه كلها ملفات مهمه جدا يتم الحديث عنها اليوم في هذا اللقاء على مستوى القاده، وبالطبع هذا يدل ان هناك تنميه في حجم العلاقات كبير خلال الفتره القادمه بين مصر وعمان. أنا عايز أقول يعني مبدئيا الدولتان لديهما رؤى للمستقبل. سلطنة عمان لديها رؤية 2040، وهي يعني تسعى خلالها إلى تنوع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد الكلي على صادرات النفط، إلى مجالات أرحب من خلال تنمية السياحة والاستثمار وعديد من القطاعات، وهي في ذلك تنظر إلى الجانب المصري والمستثمرين المصريين على أنهم أولوية للعمل في هذا المجال وتنمية الاقتصاد العماني. لدينا نحن أيضا في مصر رؤية 2030 و2035، وهي تأتيان بجانب برنامج إصلاح اقتصادي طموح بدأته مصر عام 2016 في عديد من المجالات يعني الاقتصادية. شرعت الحكومة في تحديثات لقوانين القوانين التشريعية مثل قانون الاستثمار الموحد، قانون البنوك، قانون الثروة المعدنية، وكذلك عملت الحكومة المصرية على إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة. لدينا محور قناة السويس، لدينا مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، لدينا يعني مناطق صناعية مرفقة وجاهزة في عديد من محافظات الجمهورية. الحكومة المصرية تعمل على ملف الاستثمار بشكل كبير جدا، في إطار ذلك أعدت وثيقة الملكية الحكومية للمشروعات من خلال التخارج الحكومي من عديد من القطاعات الاستثمارية لصالح القطاع الخاص وكذلك المستثمرين الأجانب والعرب، وبالأخص يعني مستثمري الخليج وكذلك مستثمري سلطنة عمان، مرحب بهم طبعا في أي وقت للعمل بالسوق المصري. إذن الدولتان تسعيان إلى تنمية الاستثمار والتجارة والصناعة والتبادل التجاري المشترك مع عديد من دول العالم. في هذا الإطار تأتي أعتقد أن زيارة جلالة السلطان إلى مصر ولقائه بأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف تتناول العديد من أو تتوقع العديد من الاتفاقيات التي تأتي في هذا الإطار لتسهيل عملية التبادل التجاري والاستثمار وجذب استثمارات عمانية إلى السوق المصري وكذلك جذب استثمارات مصرية إلى السوق العماني. لدينا مجالات عديدة يمكن العمل فيها، مجالات مشتركة كما قلت في كل يعني المشروعات العملاقة الموجودة في مصر. أيضا يمكن التعامل في مجالات الطاقة، يمكن التعامل في مجالات الاقتصاد الأخضر والذي يعني تقدمت فيه مصر خطوات كبيرة للأمام. أيضا لدينا يعني مشروعات بيئية، مشروعات في إطار في النقل بشكل عام. كذلك يمكن التعاون أيضا في مجالات يعني التعليم، تطوير التعليم، نقل الخبرات المشتركة بين الدولتين في مجالات التعليم والتعليم الفني وغير ذلك، كذلك المجالات الثقافية.
وكما يعني اسلفت يعني سلطنه عمان تشارك يعني في العديد من الفعاليات الاقتصاديه الثقافيه في مصر عبر يعني سفارتها بالقاهره في عديد من يعني الملتقيات الثقافيه كان يشارك فيها السفير ومسؤولين من سلطنه عمان. هناك اهتمام كبير من الجانب العماني يعني البيئه المصريه الاستثماريه والاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه، وكذلك ايضا من مصر لدى سلطنه عمان. اعتقد انه في هذه الزياره سوف يتم عقد العديد من الاتفاقيات المهمه والتي سيكون لها ما بعدها لتحريك التبادل التجاري وزيادته بين الدولتين، وكذلك الاستثمارات المشتركه. واعتقد انه سوف يتلوها تبادل متزايد للمسؤولين ومجتمع رجال الاعمال. في هذه الزيارة يتم التركيز كثيرا على يعني مجلس الأعمال المصري العماني وكذلك مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص. كما قلت، مصر تعطي أو تفتح بابا واسعا للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للعمل في العديد من القطاعات الاستثمارية الموجودة والتي سوف تتخارج الحكومة منها. فالقطاع الخاص سوف يكون كلمة السر في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان خلال الفترة المقبلة بشكل كبير جدا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أبو بكر الديب رئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، شكرا جزيلا لحضرتك. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض المعلومات الهامة عن العلاقات المصرية العمانية، نتابع. روابط تاريخية تربط بين مصر وعمان، حيث تعتبر علاقات مصر مع سلطنة عمان من أقدم العلاقات التاريخية بين الدول العربية، حيث تعود إلى ما قبل 3500 عام. وطد السلطان قابوس تلك العلاقات بموقفه التاريخي الرافض لمقاطعة الدول العربية لمصر بعد توقيعها اتفاقية كامب ديفيد 1979. ساندت سلطنة عمان مصر بشكل قوي أثناء ثورة 30 من يونيو 2013، مؤكدة أن الشعب المصري هو وحده من يقرر مستقبله. قام الرئيس السيسي بزيارتين لسلطنة عمان، الأولى في الرابع من فبراير 2018 إبان حكم السلطان الراحل قابوس، والثانية في 27 من يونيو 2022 بعد تولي السلطان هيثم ابن طارق السلطة. شهدت المباحثات بين الرئيس السيسي وسلطان عمان عام 2022 مناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية وتداعيات الحرب الأوكرانية على المنطقة. الرئيس السيسي التقى في مسقط مع رؤساء وممثلي كبرى الشركات العمانية وأجرى معهم حوارا مفتوحا، حوار الاستثمار في مصر. ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في 2021 إلى 586.2 مليون دولار في 2020 بنسبة زيادة 7.2%. تبلغ الاستثمارات العمانية في مصر 714.7 مليون ريال عماني، فيما يصل عدد الشركات المصرية العاملة في عمان 744 شركة. ينضم لنا هاتفيا ايضا دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. دكتور شريف برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ دكتور الحقيقه بنتكلم على تبادل تجاري وتبادل اقتصادي ما بين مصر وعمان ليس بالرقم الكبير، لكن نطمح بان يرتفع هذا الحجم بشكل كبير بعد زيارة السلطان هيثم ابن طارق لمصر، وهي زيارة هامة جدا محل تقدير واحترام من المصريين ومن جانب السيد الرئيس أيضا. يعني بالتأكيد، يعني يمكن التقرير اللي لسه حضرتك دلوقتي كلنا شفناه، أيوة، ده بيقول ان سلطنة عمان هي اخ شقيق لمصر. وفعلا أنا أتذكر هذا الموقف بتاع رفض مقاطعة مصر بعد اتفاقيات كامب ديفيد اللي كان عملها الرئيس الراحل أنور السادات، وبعد أن كان أغلب القادة العرب في ذلك الوقت لم يفهموا هذه الاتفاقات، اللي لو كان حصل تفاعل ما كانش الوضع بقى ما هو عليه الآن بالنسبة للقضية الفلسطينية. سلطنة عمان وسلطان قابوس بن سعيد رحمة الله عليه وايضا السلطان هيثم بن طارق هم اسره عريقه بتتمتع بالحكمه وتتمتع بالرؤيه وتتمتع بالتوجه الوحدوي بين الدول العربيه بعضها وبعض.
موقع سلطنة عمان على الخليج العربي هو موقع استراتيجي. أيضا التقاء مصر وعمان في الفكر منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر، والطفرة الكبيرة في البنية التحتية اللي اتعملت في مصر اللي الحقيقة أصبحت هي الأولى على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، أعتقد أنه الآن ينظر إليها من خلال رجال الأعمال العمانيين أن تكون مصر هي مركز لاستثمارات العمانية بهدف التصدير لإفريقيا، علشان في علاقات تاريخية كبيرة جدا بين سلطنة عمان وبين شرق أفريقيا. يعني سلطنة عمان كان لها علاقات ولها تواجد في الساحل الشرقي لأفريقيا، سواء في مومباسا، في دار السلام، في زنجبار، والحقيقة هذا التواجد أوجد نوع من الخبرة في التعامل مع الأسواق الأفريقية. بتخيل ان يعني اذا تم توقيع اتفاقية بشكل او باخر بين رجال الاعمال العمانيين والمصريين لاستغلال البنية التحتية المتميزة المصرية لعمل مش هنقول منطقة صناعية عمانية، ولكن اعطاء تيسيرات مهمة للمستثمرين العمانيين بهدف انتاج المنتج العماني في مصر ويأخذ شهادة منشأ مصري، ثم يتم تصديره لأسواق أفريقيا اللي هي المنطقة القارية الحرة بدون رسوم جمركية، وأيضا الاتحاد الأوروبي. هناك فرص مهمة جدا جدا كلها بتعتمد على الامتيازات الكبيرة اللي موجودة في مصر اللي هي التاريخية، الموقع والمناخ. والنهارده بنتكلم على الاتفاقيات التجاريه ورخص تكلفه الانتاج نسبيا، كل ده نقدر نطلع ب يعني الرقم اللي ذكر ممكن ان يتضاعف خلال السنه القادمه ويزداد ويكون هناك استثمار مباشر، وهو ده الهدف الاهم. طيب دكتور شريف، ايضا كان خلال الزياره الماضيه للسيد الرئيس لسلطنة عمان تم الحديث عن إنشاء بنك مشترك ما بين مصر وعمان بحوالي قيمة اقتصادية تقدر بحوالي 100 ألف دولار تقريبا، أو مئات تقريبا 10 آلاف أو 10 مليون دولار عفوا، وهو طبعا رقم يدل على حجم التبادل ما بين البلدين، وربما هذا البنك يكون بينهما لإنشاء حجم تبادل تجاري أيضا مختلف ما بينهم، ويكون هذا البنك بمثابة أزمات ما بين الطرفين، يستطيع أن يكون هذا البنك يعني يستطيع أن يلبي الأزمات الاقتصادية لأي من الطرفين. هو رأس المال للبنك المقترح هو في حدود ال 100 مليون 100 دولار. مليون عفوا، صحيح 100 مليون. وبالتالي الحقيقة هو دي فكرة طيبة، ولكن أنا أعتقد وخاصة بعد القمة العربية اللي عقدت في جدة وتم التطرق لضرورة الوحدة الاقتصادية العربية، النهاردة آن الأوان أن يتم إنشاء البنك العربي على غرار البنك الدولي، ويساهم فيه كل الدول العربية، ويكون له أجندة واضحة لتنمية الاقتصاديات العربية، وفعلا عمل رؤية للتكامل الاقتصادي العربي، وهذا ممكن. يعني أنا بتخيل أن هذا البنك العربي اللي هيساهم فيه كل الدول العربية ده هيكون له مردود ممتاز. بالنسبة للعلاقات المصرية العمانية، طبعا إنشاء هذا البنك يعني إنشاء البنك العربي لا يعني إلغاء فكرة إنشاء بنك مصري عماني، بالعكس. ولكن أنا ليه بتكلم إن دي فرصة إن مصر وسلطنة عمان، لأن الحقيقة قيادات الدولتين لديهم حكمة ولديهم رؤية ولديهم توجه حقيقي للتنمية والتكامل الاقتصاد العربي، وبالتالي هذا البنك سيكون له مردوده، ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك دراسات تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار للفرص الاستثمارية اللي ممكن أن تطرح لأشقائنا العمانيين، وأيضا يجب دراسة الاستثمارات العمانية في سلطنة عمان الآن، واختيار مجموعة من المشروعات اللي يتم إعطائها تيسيرات لإنشاء مثيل لها في مصر،
سواء بغرض تلبية احتياجات السوق المحلية المصرية أو بغرض التصدير للأسواق الأفريقية وأسواق الاتحاد الأوروبي وخلافه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. بالطبع التغطية ما زالت مستمرة على شاشة أنيل الأخبار للزيارة الهامة لسلطان سلطنة عمان جلالة السلطان هيثم ابن طارق الذي يزور مصر حاليا، وتمتد الزيارة لمدة يومين. بالطبع التغطية مستمرة على شاشة أنيل الأخبار، إلى اللقاء.